هل بداية المسح على الجورب تكون بعد الحدث أم أنه إذا بدأ المسح على الخف قبل الحدث تبدأ المدة؟ ما يمسح قبل الحدث، المسح إنما يكون بعد انتقاض الوضوء، قبل انتقاض الوضوء فهو باق على طهارته الأولى، ما يحتاج إلى مسح. نعم. أحسن الله إليك. المسح لا يكون إلا بعد انتقاض الوضوء. نعم.